أحمد، الوضع مبشر في سوريا، تقدم كبير للمعارضة السورية المسلحة، رعب وخوف وذعر في صفوف الأسد وأيضا رجالته، وانشقاقات كبيرة في الجيش السوري. تقريبا باي باي للأسد، هي باينة بقالها فترة، والتوجه المعارضة السورية والخطوات الإيجابية اللي هم بياخدوها بقالهم فترة، حتى أن الناس بدأوا يستعجلوهم شوية، بيقول لهم يا جماعة احنا كان يعني احنا لقينا حلب ادلب، ايه اللي اخركم شويه؟ يا باشا ده 10 ايام ده. لا لا، السوريين مستعجلين اكتر من كده. 10 ايام انت متخيل؟ يعني ده نظام ايه ده؟ نظام بيت العنكبوت ده، نظام هش ضعيف. صحيح، عشان كده النظام مرعوب، والانشقاقات كبيره جدا داخل النظام، والناس بتهرب من الاخر كده. يعني حتى كلمه انشقاقات دي صعب ان انا اقولها دلوقتي، عشان المفروض انشقاق ان في جيش اصلا وبعدين بيبقى في انشقاقات، لكن دلوقتي الناس كلها بتهرب وبتسيب اماكنها، لان خلاص المعارضه متقدمه، ومتقدمه بشكل قوي وكبير جدا، ويمكن كمان الخريطه هتوضح لنا حاجات كتير جدا من اللي احنا بنقوله دلوقتي. احمد، النهارده احنا بنتكلم ليس فقط، تقريبا احنا كل يوم بنتكلم عن 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 بلد ومدينه كبيره، مثلا قلنا ريف ادلب، ادلب المدينه، ثم حلب، ريف حلب الشمالي، ريف حلب الجنوب، ريف حلب الغربي، ثم حماه تحررت. يا جماعه حماه دي اقروا التاريخ، يا جماعه اقروا التاريخ على حماه، ضربت في جذور التاريخ دي حضراتكم، ما قبل التاريخ. حماه دي لما قرات عن حماه، ده يا جماعه دي حماه، هي الحصن، هي الحصن، وسط سره سوريا، وسط سوريا المتحكمه في كل المناطق الرئيسيه اللي في، سواء في حمص، سواء في حلب، سواء في ادلب، سواء في دمشق، سواء في الساحل في طرطوس ولاذقيه. حماه في ايدي اليوم اصبحت كامله في ايدي الثوره السوريه، وحمص كذلك خلاص على ابواب، وريف حمص بدا اتباعا، ثم الجنوب الان السويداء ودرعا. انا مذهول الحقيقه من 10 ايام بالضبط قامت الثوره السوريه، فيسقط تحت اقدامها هذا الطاغيه، هذا الدكتاتور اللي في كلام دلوقتي لا نستطيع ان احنا نحسمه، انه اصبح ما بعد العصر سوريا بلا بشار. هرب الساعة 3:15 من قاعدة حميمة العسكرية، الكلام أنه ذهب إلى موسكو. إنما يا جماعة الدنيا بتتطور جدا جدا داخل سوريا. المعارضة السورية، الثورة السورية تنجح تنتصر في هذه اللحظة الفارقة. النهاردة مصر كلام بيقول السرير جرنال بتتكلم إن مصر والأردن بيقولوا للبشار ارحل. آه والله العظيم مصر والأردن. والسرير جرنال الدولية بتتحدث في موقعها ان هم قالوا له خلاص سيب البلد وامشي واعمل هناك حكومه منفى. فاذا احمد، الصوره حقيقه مذهله في التقدم والانتصار. انت ذكرت حاجه مهمه جدا، حماه. حماه، وقلت التاريخ، ومن طبعاً كتر ما احنا نعرف عن حماه ممكن تلاقي لسانك بيتوقف، ولانك محتاج تقول كلام كتير جدا. غزاره كبيره جدا حصلت في حماه، هذا المجرم بشار الاسد ابن المجرم الكبير حافظ. صحيح. الاسد هو من قام بمجزرة حماة في 82. صحيح. عندما قتل أكثر من 40,000. صحيح صحيح، وغير 17,000 مفقودين بأسلحة كيماوية. بأسلحة كيماوية بحجة إيه؟ البحث عن جماعة مسلحة في حماة، تقتل 40,000. 40,000، والله العظيم ما أكبر الفرحة وما أجمل الفرحة. اقروا يا جماعه واعرفوا. عارفين الجميل في اللي بيحصل في سوريا؟ مش بس ان احنا بنتابع المعارضه السوريه وانتصاراتها وفتوحاتها واستعادتها للارض، لا، الاجمل من ده ان هم لما يروحوا على ادلب نعرف ادلب، ونعرف حماه، ونعرف اللي حصل، والتاريخ يفكرنا. المجرمين دول بيتوارثوا الاجرام من بعض. حافظ الاسد قتل شعبه، عشان كده المجرم ابنه بشار مشي على نفس النهج، وقتل الاطفال وقتل النساء وقصفهم بالبراميل. البراميل المتفجره اللي كانت بتنزل على اطفال سوريا ونساء سوريا وبيوت سوريا، وهدمت سوريا بايدي بشار المجرم وابوه حافظ الاسد المجرم والاكثر اجراما. النهارده لابد ان تفرح، وعشان تفرح لازم تقرا التاريخ ده وتعرف المجرمين دول عملوا ايه. المجرمين دول هدموا البلاد وقتلوا العباد في سوريا، فبالتالي لما تلاقي النهارده السوريين بيؤدوا هذا الاداء وفرحتهم الكبيره، هتعرف هم ليه فرحانين، وهتعرف قد ايه بيستعيدوا حقوقهم الضائعه. اتكلمنا عن حاله مهمه جدا ما بين رعب شديد
عند النظام وحلفائه، وما بين أمن واطمئنان ونصر وفرحة عند السوريين والمعارضة السورية. تعالوا نشوف واحد من هؤلاء المرتعدين خوفا، مرعوب. وخلي بالك انت ممكن من الفيديو ده تحصل على نهاية هذه المعركة وعلى نهاية هذه أو على نهاية هذه الحرب بهذا التصريح لأحد المقربين وبشدة، وربما يكون كمان قريب عيلة، رامي مخلوف ابن خاله. ابن خاله هذا الرجل عندما يتحدث بهذه الطريقة اعرف على طول انه هو وعيلته واللي معاه قال لك فكيك وطلعوا خلاص مش موجودين. بيقول لك بقى انا هقول لكم ليه، تعالوا نسمع رامي مخلوف وهو وكأنه يتلو بيان انتصار المعارضة السورية وانتصار الشعب السوري على النظام وعلى بشار المجرم. نتاب. بفضل الله، وأنا بهالمناسبة أريد أن أساهم، كون اليوم نحن محطوطين على جنب، ولكن بإذن الله لن نتخاذل ولن نكون مكتفي الأيدي. أنا أريد أن أساهم إن سمح لي بمبلغ ما يقادر 50 مليار ليرة سورية لهؤلاء القوات العسكرية الموجودة في الأماكن التي تواجه المسلحين في مناطق ريف حماة. وهذه المبالغ أريد أن أعطيها إلى هذا الضابط المتميز، قائد العمليات العميد سهيل حسن، ليكون بمعرفته يتم توزيعها، وهو يعلم كيف يتصل بي لأكون واثق بأنها ستصل إلى مستحقها. وسامحونا على التقصير، فهذا اللي ممكن نعمله بهذا الوقت بالظروف المحيطة بي أنا. هذا هو رامي مخلوف، ابن خاله ولا ابن خالة بشار الأسد، ولكن ذراعه اليمين. هذا هو أكبر رجل أعمال استحوذ على كل المشاريع في سوريا، لم يترك مجال من سياحة، من عقارات، من كل، حتى الشبكة الوحيدة للمحمول بتاعته. رامي مخلوف الملياردير قاعد في حجرة ومصور، ما تعرفش مصور منين، وراه علم سوريا، واحنا احنا مرعوبين، احنا خايفين، احنا بنعتذر لكم، سامحونا. الان وقد عصيت، الان وقد هجرت 13 مليون سوري، الان بعد ما قتلت مليون سوري، الان بعد ما عاش شعبي بالكامل في رعب، براميل متفجره تنزل هنا وهناك، رامي مخلوف الان طلع يعتذر للسوريين واحنا مرعوبين وخايفين، وشيلوا السلاح وخدوا 3.5 مليون اي حد يشيل سلاح. الان رامي مخلوف الذراع اليمين لبشار يخرج بهذا الرعب. شوفوا صورته، شوفوا حركاته حضراتكم، شوفوا لغه الجسد، شوفوا الدمار والهزيمه النفسيه. هتقولي يا عم جنبي كده بعد اذنك، شوفوا الانكسار بتاعه. دي اللحظه الفاصله حضراتكم الان، انكسار رامي مخلوف رجل بشار الاول في سوريا بهذه الكآبه والحزن، وقاعد في 2 متر ما حدش شايفه. ده الملياردير الذي امتلك سوريا كلها. عشان تعرف حقيقه الطغاة لما يسقطوا كل اذنبهم كل المنتفعين والانتهازيين هم الاخرين بينكسروا. لحظه فارقه النهارده في التاريخ السوري، سوريا تتحرر من العبوديه هؤلاء. رامي مخلوف الان يظهر بهذه الصوره، صوره الضعف والهوان والانكسار والذل، ليعتزل الشعب السوري. واحنا في رعب واحنا في خوف، لسه المزيد جاي. ولكن الاسره الاسديه معظمها الان بقى خارج سوريا. الاسره الاسديه معظمها خارج سوريا قولا واحدا، بما فيهم رامي مخلوف بالمناسبه يعني. والتصوير ده جاي عشان يداري المكان اللي هو فيه. النهارده حضراتكم شوفوا الخرائط معانا، وبس اهم قبل ما اروح الخرائط هقول لك النهارده
على ثلاث أربع متغيرات خلصت الدنيا خالص. أول متغير حضراتكم لما بدأت حماة تكون في أيدي الثوار وبدأت حمص وتحركت سويداء في الجنوب والقنيطرة ودرعة، خرجت السفارة الروسية لتعلن لكل الروس الموجودين في سوريا بمغادرة سوريا فورا فورا على رعاية روسيا، مغادرة البلاد فورا. الصين نفس القصة على كل الرعاية للصينيين هناك في سوريا مغادرة فورا. العراق اللي بال حضرتك، العراق العراق السفارة العراقية الآن بتقول لهم كلكم غادروا فورا، وأي حد تايه يتصل بالسفارة العراقية. ده معناه إيه؟ معناه إيه؟ خلاص نهاية نهاية صفحة هذا المجرم بشار الأسد. الرئيس أردوغان النهاردة الرئيس التركي لأول مرة من 10 أيام خرج النهاردة بتصريح رسمي وأكد المسألة أن أبناء سوريا والمعارضة السورية متجهة إلى دمشق. اليوم النهاردة لما يجي الأردن ومصر يقول لبشار يجب عليك أن ترحل وتغادر البلاد وتحث على ذلك، فاعلم أن صفحة هذا المجرم انتهت انتهت، وأن هناك سوريا ينتظرها عصر جديد وعهد جديد، وأن الثورة السورية انتصرت، واليوم أو غدا سوف يكون كل الثوار هناك في دمشق. أحمد، تطورات كبيرة وخطيرة جدا جدا، وفرحة عارمة الآن لكل عربي في هذا الوقت.